صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 59 لسنة 2019 بتعيين نائب رئيس تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تعين السيد نوف عبد الرحمن جمشير نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بدرجة وكيل مساعد.